طيب انت منين؟ ايش قد عمرك؟ شو انت تحصلي دراسي؟ انا من العماره. تحياتنا كلها. عمري 22 سنه. من الجيل الجديد. ياهو تلزمه يقولوا له يقول ابتزوني. ياهو تلزمه يقول تعرضوا لي. انا اعرف الشخص اللي نيته شريفه واللي نيته سوء اعرفه. زين انت منين تجيبين فلوس وانت عمرك 22 سنه؟ رايك البنيه اللي تلبس قصير وتطلع على المسرح؟ هي حره. ايش عجب ما انت انجريتي لهذا الموضوع؟ حكيت مو عمارة هسه. لا يا ابو عمارة كل تشاء. ما هسه ما كنا عن تشاء. انت ليش تحكين؟ هاي مال ممرة ترى واقفة. انا مرة بس ببيت اهلي. والله واقفة هاي مال بس ببيت اهلي. بس اللي يدري انهم سووا شنو؟ اي صحيح. اذا دخلت الوسط فين ايش عندكم تستمرون به؟ اذا هو غلطة عمارة. خلاص انا بعد خلاص دخلت الوسط ليش حتى غلط؟ خليني اكمل بعد.